يا هلا ومرحبا، حياكم الله. ما شاء الله تبارك الله. أنا اليوم عند مفهوم الإعمار. طبعا مفهوم الإعمار مكتب مختص بالتصميم الداخلي وتنفيذه، ومع ذلك يعني يعتبر من أوائل المكاتب اللي نطبق تصميمه الداخلي بمعرضه. هذا معرض ما شاء الله على الدائرة الشمالي، نطبق فيه كل حاجة: غرفة نوم، مجالس، جلسات، خلفيات، أرضيات، ما بين بورسلان ويبوكسي، واجهات، مكتبات، أسقف. اليوم بصور لكم مع المهندس نايف كيف ممكن تتفق معهم في التصميم الداخلي وفي التنفيذ. يعني هذا المجلس مثلا، هذا خلفية عندك، ممتاز. عندك أرضية بورسلان، صوفة والإنارة، يعطيك التصميم بالبداية نفس الشيء. يعني شوف التصميم نفس هذا ويطبقه بالضبط، يعني نفس الشرائح. تطبيق أفضل من الرسومات. أشوف كيف التكفيلات، البورسلان والبروفات، النحاس، كل هذا يعطيك إياه بداية في التصميم. حلو، حتى الإضاءة المخفية. بعدين يدخل لما يصمم ويخلص، يدخلون موضوع التنفيذ، خاصة مع الأثاث، مع الصوفات، الإنارة، نحاسيات. شوف هذا التصميم ذكرنا، بعدين يدخلون على الخرائط التنفيذية. هذه واجهة كاملة، كيف جاي البورسلان، نحاس. طبعا مو بشرط انك تمشي على التصميم اللي هنا، هو لا يصمم لك تصميم ثاني. يعني هم مسوين المعرض هذا عشان يعني يفردون عضلاتهم ما شاء الله. يقول ترى هذا شغلنا، وشغالين هم من زمان بالسوق، موجودين يعني من فترة. هذا شغلنا وبنطبق لك نفس الموجود. يعني هذه جناح نوم، هذه جناح نوم. أي تصميم تبيه يضبطون لك، قماش، نحاس، خشب، كل هذا شغلها ما شاء الله، مع الستاير، الخلفيات، البورسلان. كل هذا شغلها ما شاء الله، مع الستاير. أنا شرحته طريقة التصميم مهندس. احنا هنا في كل سكشن نعرض اللي هو التصميم ونعرض التنفيذ قدامه. مهم جدا ان احنا هنا نشرح فكرة التنفيذ كامل، من التشطيب، نلاحظ اعمال التشطيب من الاسقف الى الديكورات الجدارية كاملة الى الاثاث الى اللي هو التبليغ. نعرض هذه الاعمال قبل التصميم. ممتاز. وضوح جدا في مرحلة التصميم، يكون البرايس محدد قبل بداية التصميم، الجودة محددة، الخامات موجودة، وأيضا الأوبشنز. يعني ممكن نسوي نفس الكونسبت بس بخيارات ثانية. ممتاز. يعني العميل يجي يقول لك والله نبغى الخلفيات، أو يجيب معه صور تقريبية، أنتم تقربون له زي ما يقولون الكاميرا يعني. بالضبط. يعني تحط له والله بنحط لك برسلان مع خشب، البرسلان جري ولا استتواريو. صحيح. ابروفت، بعدها يبدا على الشوب دروينج، مخطط اللي هو التنفيذيه، او احيانا الكاستم، لان احنا جهه في شركه تشطيب وتنفيذ الاعمال، ديكوريشن وتأثير، يكون هو مصمم في مكاتب ثانيه، فاحنا نسوي له التنفيذ. اي نعم. يعني انت ممكن اي احد يجي معه تصميم تنفذه. حلو. احنا يا تنفيذ وتصميم او تنفيذ. جميل ما شاء الله. مهندس نايف، انتم الان تنفيذكم تستعينون بمؤسسات برا ولا عندكم عماله مختصه؟ لا، احنا عندنا عمالنا وعندنا الفنيين المختصين في اعمال الديكوريشن، ايضا اعمال التشطيب. رحله البحث على العماله واختيار العماله واختبارات العماله تتم، وحاطين احنا كقصه موجوده في في السناب. نروح للهند ونختار العمالة ونختبرهم في مراكز محددة هناك، نختبر فيها العمالة، سواء حق
الديكوريشن الاعمال الخشبيه، سواء اعمال التشطيب اللي هو الجبس او الدهانات. كل تخصص له اختباره نختبره ونشوف العامل هناك كويس، بعدين يجي ينضم معنا فريق عمل التنفيذ. ممتاز. يعني عندك فريق الجبس، اعمال الخشب، اعمال البلاط، الديكور، كلها بالضبط ان هاوس يعني موجوده. الحمد لله ان هاوس. احنا كنا شغالين في مشاريع وما زال نشتغل في مشاريع كوزارات حكومه وقطاع خاص، فجالسين ننقل التجربه هذه للعميل بحيث انه ياخذ كواليتي عالي. اي نعم. ممتاز. بحيث انه ياخذ طالب الخدمه والكاستمر كواليتي عاليه. نعكس التجربه حقت القطاع الوزارات والحكومه اللي يكون فيها استشاريين في الاستلام وتنفيذ دقيق، عكس على تعرف وش اكبر مشكله مهندس نايف؟ انا ممكن يكون عندي تصميم جميل زي هذا بس اني يعني ما احصل احد ينفذه بشكل دقيق، فانت الان راح تضمن لي مفهوم الاعمار انه سوي لي تصميم وراح تطبقه على ارض الواقع نفس ما هو موجود. يعني نعرضهم بعض الشيء البورتفوليو في بعض الافكار. لاحظ هنا قسمه الخشب اللي لاحظ جاي طريقه شعاع الشمس بشكل عكسي، يكون في نفس التصميم الداخلي معتمد على تصميم على الفكره. نوردها احنا وتصنيع، نوردها احنا وتولى عمليه اللي هي يعني هي اللي تنزل بالتصميم هي اللي تركب. ممتاز ما شاء الله. والاكسسوارات حتى هذه مهندس نايف الاكسسوارات، يعني انت خابر طول عمرك دائما التصميم الداخلي اللي جمله دائما موضوع الاكسسوارات، فهذا ايضا من احنا نوردها. ممتاز. يعني كل السلكشن عندكم الاكسسوارات، هذه القطع ما شاء الله تبارك الله، الأشجار، الأثاث، الأرضيات، هذه عينات يعني إذا كان عندك للتشطيب كامل ولا يسلمون العميل نفسه. هذه يدعك بالجنة، تجينا حياة مشاريع. هذا أعمال الشركة، هذا البروتوفوليو حق الشركة في أعمال الشركة. حنا أول شيء نعتذر منكم، حنا مقصرين. ما شاء الله. أعمال التنفيذ هنا أقرب. طبعا هذه كلها عينات المواد. هنا وضعناها. كار هو اللي بيركب. جميل ما شاء الله. لاحظ هذه أكثر قشر عليها طرر. جوز. أي نعم جوز. جوز. الضارب يخلص الجوز من العالم بسبب السحب. عليه طلب مو بسيط يعني. يستاهل والله. جميل جدا. حتى بدون مبالغه اغلب اللي مثلا يكون مثلا مصمم تصميمه سواء خارج انت قلت لي تو اجتماعاتنا مع العملاء تصير هنا كانك بلاونج يعني جالس. صحيح. الحين هم اغلب الناس تمل من المكاتب تجتمع اغلب الكوفيهات، فسوينا لاونج هنا. اللاونج هذا يخدم الكاس، تطلع من جو المكتب ولا طاوله الاجتماعات، العميل يجي يناقش التصميم هنا باللاونج ولا بالتقهوة كأنه يعني هذا اللي صاير. يعني حطيناها في اللاونج اللي هي هذه أعمالنا حتى جولاي اللي فات، أعمال من تصميمنا السابق. لقيت تفرج على المجلة ما شاء الله. ما شاء الله جميل، تجربة جميلة جدا ما شاء الله. المعرض يعتبر زي الكتاب للشركة، كانوا يقولون الكتاب باين من عنوانه، يعني تجي تشوف أعمال الشركة التصميم الداخلي بالتأثيث. صراحة جدا شغله مميز، موجودين يعني يعجبك المعرض اللي يعرض عضلاته ويستعرض شغله وعنده عمالة تنفذ ما شاء الله تبارك الله. طاولة عندكم بعد؟ اي نعم، هذه من الاكسسوارات اللي ما شاء الله تبارك الله. يعني حتى اللي عنده دبل ولا شغل رتب. طيب وش طريقة التعاقد مهندس نايف اللي بيتعاقد معكم؟ وتنفيذ. وقلنا اللي عنده تصميم